تحيتي، موعد جديد مع المحقق ومع سلسلة أشهر القضايا العربية. واليوم نمشي نحكي لكم على قضية الحقيقة تهزنا، ما نعرفش كان نجم نسميوها ظاهرة، لكن ملاحظة عملوها تفرجت فيها كثيرا في المسلسلات البوليسية، نلقاوها في قضايا حكيت لكم عليها في دول غربية، وفي قضايا هابش نحكي لكم على مثال منها في دول عربية. البلومبي، مع تحياتي للبلومبي الكل اللي يتفرجوا فينا، لكن البلومبي ساعات عندهم علاقات مريبة غريبة مع بعض الجرائم اللي تصير، فهل هي الصدفة؟ هذا نقترح عليكم، شوفوا تفاصيل الليلة في هذه القضية الجديدة. ولكن قبل، إذا ما زلتم ما التحقتوش بالمحقق، أدعوكم الاشتراك معنا في القناة وتلتحقوا بشعب المحقق. قولوا لي رأيكم في هذا الشعب الكريم المتابع النهم، وتعجبني ياسر النقاشات اللي قاعدين تعملوا فيها بين بعضكم زادة في التعليق، هذاك هو المطلوب. شكرا جزيلا للجميع، وهات سيدي ننطلق ونشوفوا تفاصيل قضيتنا لليلة. إذن حكايتنا الليلة تأخذنا لمصر، وتحديدا لمنطقة الطالبية الموجودة في الجيزة، غادي وين تسكن عيلة عبد العال. عرفوك كيفاش قولوها الخيان في مصر، عيلة عبد العال محمود. عيلة حالتهم المادية متوسطة عادية، والعيلة هذه فيها أم اسمها عبير، البو أسامة، وزوز صغار وليد وبنية اسمها فجر. فجر عمرها 12 سنة وقت أحداث هذه القضية. العائلة كما قلت يعيشوا عيشة عادية، ما فيهاش حاجات استثنائية وما فيهاش زادة مشاكل تذكر. الزوج يخدم مندوب مبيعات كوميرسيال، والزوجة ربت بيت لاهي بدارها وتربية صغارها. هذا باش يصير هكا حتى لنهار 21 جوان 2020. وقتها خرجت فجر البنية الصغيرة تلعب مع أصحابها في الشارع، ومن وقتها ما روحتش. بديت الدنيا تظلم وفجر ما روحتش. بوها روح آخر العشية من الخدمة وبدأ يلاحظ في غياب بنته على الدار، باش يسأل عليها عبير زوجته. قالت له راي تلعب مع أصحابها. كيفاش؟ التوا تلعب مع أصحابها؟ وقتاش خرجت؟ خرجت عندها برشا من وسط النار خرجت، والتوا بنتك تلعب مع أصحابها 7 متاع العشية؟ ما تفقدتهاش؟ عبير قالت له ليه ما تفقدتهاش؟ يا أخي شنو عنده باش يصير لها؟ بعثتها الصباح تقضي لي من عند العطار، واكيد راهي لقات صحابها وقعدت مع حتى القضيه ما روحتش بها. قال راني وانا مروح ما فما حتى صغار قاعدين يلعبوا، راه الصغار الكل شدوا ديارهم والظلام طاح. بدات عبير ورجلها يدخلوا بعضهم شويه، وبدا الجو يتكهرب ما بيناتهم، وهبطوا الاثنين يشوفوا فجر وين. عايتوا من غادي، شافوا صحابها، شافوا ديار الجيران، ما فماش. سألوا الجيران بلكش مشيت بحذا واحد فيهم، وفجر فص ملح وذاب من عندها تمشي الطفل. هنا قرر أسامة بو فجر أنه يكلم خوه وبقية أقاربه، وعلمهم أنه بنته مفقودة، وطلب منهم يعاونوه في البحث على بنت 12 سنة. العائلة الكل تجندت في تلك الليلة، وبداوا يبحثوا في كل المنطقة، وفجر ريحتها ما فماش. قرر أسامة وأخوه أنهم يمشيوا المركز الشرطة ويبلغوا على اختفاء البنية. مشي أسامة وزوجته عبير وحكاوا لي صار الكل. قالوا للمحققين بنتي ساعة، أسامة قال لهم راي بنتي راهي أكبر من عمرها، راهي عمرها 12 سنة، أما راهي أكبر من عمرها، راهي بنتي
يعني تفكيرها صحيح رغم صغر سنها، راهي رياضية بامتياز، عندها ميداليات في الكاراتيه، تعرف تفرق بين الحاجة الباهية والحاجة الخايبة، تعرف وين تمشي مع شكون تمشي، مستانسة شنو اللي تنجم تعمله وشنو اللي ما تنجمش تعمله، أما راهي مش مستانسة تغيب هالوقت هذايا الكله على الدار بتاتا. كمل أسامة الدار، المحقق يسأل عبير، قال مدام شنو صار بالضبط اليوم؟ قلت له عبير أنا بعثتها اليوم للعطار باش تقضي لي حاجات نقصتنا في الدار، من وقتها ما رجعتش. أما راي قلت راي نسيت، خاطر صرت لها مرتين ثلاثة أنا بعثها تقضي قضية كي نبدأ مانيش مزروبة بها، تقعد تدور مع البنات وتقعد تدور من دار جيران لدار جيران. قلت أكيد راي قعدت مع بنات الجيران وتو وخر العشية تو تروح. وكما تعرف الموضوع بما أنه فيه اختفاء طفلة صغيرة، المحققين بالوقت باش يعملوا مجهوداتهم للبحث عليها، وبالفعل هذاك اللي باش يصير بالوقت. مشاو للشارع اللي تسكن فيه فجر مع العائلة في منطقة الطالبية، سألوا الجيران، استجوبوا حتى الصغيرات اللي كانوا غادي، لكنهم كلهم أكدوا للشرطة اليوم ما شافوهاش وما جاتش فجر ولا لعبت معاهم لا البرشة لا شوية. هنا العائلة والشرطة اضربهم الضوء، مش فاهمين شنو اللي صاير بالضبط مع فجر، زعما ضاعت شنو ضاعت؟ ضيع في دارهم في حومتها، تخطفت، مستحيل تضيع البنية تعرف المنطقة بالباهي، ما تنجم تكون كانت تخطفت، فما شكون اختفها، ماهيش معناتها من السهل انه باش تختفي بطريقة أخرى، أما كي هي تخطفت ما اسمها حد صاحت ولا عيطت لهالدرجة، معناها عملية الخطف صارت تحت حس مس، إلا ربما إذا كانت تعرف خاطفها. على كل حال المحققين سألوا في المنطقة، شفتوش حاجة غريبة على الأقل؟ شفتوش بنية تسيح؟ فماشي شكون هكا شاف بنية يجبد فيها واحد بالعنف ولا هزها بالعنف معاه بالسيف ولا طلعها في كهرباء ولا طلعها في موتور ولا في كذا؟ وشيء ما فما حتى نتيجة. الحاجة الوحيدة اللي بتخلي المحققين ينجموا يقدموا في هذا الملف أنه إذا كانت مخطوفة قالوا فأنه ستكون من عند إنسان يعرفها، خاطر كل الشهادات اللي جاتهم ما فيهاش كما قلت لك انه فما حس ولا فما استعمال عنف والا فما حاجه معينه، وبالتالي كان لازمهم بما انه الناس ما سمعوا شيء يحاولوا يشوفوا فماش كاميرات شافت حاجات. وهنا باش يبداوا بالبحث على كاميرات المراقبه، ولكن يتوجهوا للعائله بالسؤال التقليدي، عندكم شي اعداء؟ عندكم شي ناس بيحبوكمش؟ عندكم شي ناس صارت معهم مشاكل؟ قلتوا سامة الكل اكدوا انهم ما عندهم حتى شك، هو شنو معناتها اعداء باش يخطفوا البنيه؟ وما فماش منها الحكايه هذه، ما عندناش، ماهيش في صبرنا، ماهيش في تقاليدنا، هذوما ناس حدهم حد رواحهم ما عندهمش مشاكل. محققين يعرفوا انه كل ما تزيد ساعه فهذا يزيد في القلق ويزيد في الخطر اللي نجم يكون يحوم حول هذه الفتاه. وبالتالي باش يسرعوا في عمليات قلت لك البحث واستجواب المحلات والواحد اللي عندهم كاميرات المراقبه، وباش يهزوا كاميرات المراقبه متاع المحلات الموجوده في المنطقه اللي مقابله الشارع اللي موجوده فيه دار عائله فجر، وباش يفحصوا ساعات وساعات من الكاميرات. واخيرا كاميرا مراقبه رصدت فجر خارجه من دارهم مع الساعه الواحده، ماضي ساعة مشيت في الثنية اللي تخرج للشارع الرئيسي، لا مشيت للعطار لا هم يحزنون، يشوفوا فيها ماشية في الثنية اللي تخرج للشارع الرئيسي، تلقى توك توك يستنى فيها
طلعت في التوك توك بإرادتها ومشيت. أول ما شافوا المحققين التسجيلات في كاميرات المراقبة وكيفاش فجر طلعت في التوك توك بالوقت، عيطوا لعائلتها باش يوريوهم هذه الصور، فماش ما ينجموا يتعرفوا على الشخص اللي طلعت معاه فجر على هالتوك توك هذا. بو أسامة قال ما نعرفوش السيد هذا، وكيفاش طلع معاه فجر كأنها تعرفه، هذا شكون هذا؟ الأم عبير انهارت بالبكاء وقالت نعرف السيد هذا، نعرف مليح السيد هذا، السيد هذا هو عيد. شكون عيد؟ عيد السباك البلومبيي. علاش انهارت عبير بالبكاء أول ما شافت هذه المشاهد؟ شكون عيد السباك؟ علاش مشيت معاه فجر؟ منين تعرفوا؟ وشنو اللي صار فيها؟ هذا نشوفوا تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.